وننتقل إلى هذه الصور المباشرة من تل أبيب من مسرح أو موقع عملية الدهس وإطلاق النار التي أدت إلى سقوط قتيل وستة جرحى بحسب إحصاءات أولية. وعلى ما يبدو فإن القتيل هو سائح إيطالي الذي سقط في عملية إطلاق النار. هذا ونذكر أيضا بأن القتيلات الثلاث في غور الأردن أيضا هم بريطانيات. إذن مشاهدينا نتابع هذه الصور المباشرة لموقع عملية الدهس التي حدثت في تل أبيب منذ قليل والتي أدت إلى سقوط قتيل. يقول الإعلام الإسرائيلي بأنه سائح إيطالي، إضافة إلى عملية إطلاق نار أيضا أدت إلى سقوط ستة جرحى. كذلك يشير الإعلام الإسرائيلي بأنهم كلهم سياح أجانب. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير، لا تنسوا الاشتراك بقناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.